بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوالمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبد الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبوابي يعني الجنة، يا عود الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وبه باب الريان. فقال أبو بكر على ما هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أهل يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنف. قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي بدالا وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال بأبي أنت وأمي تبق حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يقضيك الله موتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو